يا بو اختاروا يا بو عدل عدل. انا اشكركم جدا يا شباب، فعلا فعلا انكم طلعتوا نشامه، طلعتوا زلم. شنو يعني زلم؟ زلم يعني ريايل، زلمه زلم. كابتن استريح استريح شوي. انا خطتي كانت صعبه شوي بصراحه، بس الحمد لله توفقنا من الله وقدرنا نسوي الخطه هذه. انا الحين عيني مو على الجوائز هذه والكاس والكاس هذا، لا، انا عيني على شيء كبير، عيني على جائزه كاس العالم. ما اسمع. علي كاس العالم يعني. كابتن بقول شيء يا ابن الحلال، استريح شويه، ممكن تستريح. اي والله بعد ما عانيت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلك انت يا الكابتن وفضل هالفريق هذيل اخواني خذيت هالجائزه هذه. الجائزه هذه مو لي انا، بهديها لكم انتوا يا شباب. مشكور مشكور. عندنا كل واحد عنده جائزته. كابتن بقول شيء يا ابن الحلال، استريح انت، تكفى صار لي ساعه انا مو معقول بتكلم بعدين معك. يلا دورك. بصراحه انا قصتي هذه الملهمه بسويها بكتاب او فيلم سينمائي، لان قصتي فعلا ملهمه. لان انا مريت في مراحل عديده، كنت حارس عماره، بعدين الحمد لله ترقيت صرت حارس مخيم. ايش دراك كنت بالمخيم اللي يمك اجر بقيات. او ماي جاد. المهم والله وفقني وصرت حارس هذا الفريق القوي، فراح اسوي القصه هذه الملهمه. يا كابتن يا كابتن تكفى بتكلم بقول شيء يا ابن الحلال، بعدين معك تفضل عندك شيء. ليش كل هذا تبكي يا ابن الحلال؟ او انا بحياتي مو جايز ذهب غير بر الذهب، بس انا مستانس وايد مستانس. حلو حلو طبعا لازم تستانس يا حبيبي. احب الذهب هذا، تدري انا من بعد الله سبحانه وتعالى الفضل يعود لك انت. شفت هذا كريستيانو رونالدو طول عمره يفتخر. تعال عمي كريستيانو شنو يعني؟ هذا كسائس ملاعب اسمه. اي هذا مو هو يفتخر انه هو من منطقه ماتاديرا ما ادري منه بالبرتغال. نعم. هم انا افتخر اني تراعت في بني دلقار. نعم نعم. وبني دلقار اي واي سياره كانت تمر كنت اقط الكره من تحتها، كنت اقط الكره بين السيايير مو بين البشر. تكفى يا كابتن. يا حي ذبحتي قول. يلا الله يرحم والديك. يا والديك يا كابتن، انت وقريت شنو مكتوب على الجوائز ولا لا؟ ما قريت. ما قريت. شوف امسح وشوف. شوف اسوأ مدرب في تاريخ كرة القدم. افا الفاشل الوحيد اللي مفالح بالكرة وبجدارة جائزة الغباء العالي. ولا واحد طلعت له وجبة. جائزة الكبير عمرا والصغير غدرا. إيه؟ يعني مو محترم. واضحة. شوف هذه شوفها. شنو؟ أنت بكابتشر الصورة. شوف إي والله. شنو مكتوب لك أنت يا 001؟ أفشل لاعب. مكتوب وايد كلام مو بس كلمة واحدة، مكتوب وايد كلام. أنا اختصرت يعني ما معنى. بس ما حد محظوظ بهالسالفة غيرك أنت يا 004. إيش معنى؟ حتى لو تقط الميدالية شعرك ذهبي. صح والله صح. أقولكم بصراحة أكيد الجوائز هذه اللي بعطينا إياها أبو سيسة، مو إحنا مو دافعين من تحت الطاولة، مو دافعين، ما في غسيل أموال.